طيب احنا لمزيد من المتابعه والتفاصيل حوالين الخبر هيكون معانا المهندس كريم اسماعيل، عضو مجلس اداره جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه والخبير الصناعي. باشمهندس كريم، اهلا بحضرتك ومنور برنامج باب العاصمه. اهلا بيك. في البدايه يعني انا عايز راي حضرتك، شايف ازاي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومه باعفاء الصناعات الاستراتيجيه من كافه انواع الضرائب عدا ضريبه القيمه المضافه؟ طيب ده قرار، يعني قرار يسعد المصنعين والمستثمرين في مجال في القطاع الصناعي بشكل كبير جدا. ان النهارده الدوله عازمه على الدعم الحقيقي للمصنعين. كمان الدوله شايفه ان اكثر من تقريبا 50% من صادرات مصر الفتره الماضيه هي منتجات صناعيه. نعم. والدولة يعني عندها برنامج طموح جدا ان هي تدعم الصناعة بشكل كبير جدا. فبالتالي النهارده لما تبقى الرئيس وتطلع من اعلى قيادة تنفيذية وهي رئيس الجمهورية ان في اعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات وفي اعفاءات ثانية 3 سنوات وفي قيمة 50% من الاراضي الصناعية في حالة الجدية اللي هترجع للمصنع ثاني، فالدولة بتقول للمصنع أنا موجودة وأنا جنبك ونشتغل ونطلع لقدام ونحاول نضبط ميزاننا التجاري، لأن احنا عمرنا ما هنعرف نضبط ميزاننا التجاري إلا بالصناعة وبالإنتاج المحلي أو توطين الصناعة المصرية والمحلية بشكل كبير جدا. مظبوط. فهو ده المستهدف من هذا القطاع. كمان كان من حوالي أقل من 3 أسابيع كان رئيس الوزراء زود حوالي 2 مليار جنيه للاعباء لرد الاعباء في الصادرات. بالزبط. وده دعم اخر موجود وبدا الدعم يتصرف بشكل اسرع من ما قبل سنين ماضيه بشكل واضح ومهم للمصنع. كمان احنا طبعا الصناعه المصريه مش المصنع كمان بس فقط، الصناعه المصريه محتاجه كثيرا من الدعم، واحنا اسوه بكل الدول اللي حوالينا. أنا كمان من منبرك المسموع والإعلامي المتميز النهاردة إن إحنا محتاجين دعم آخر، وفي عندنا دول جوار تقدمت في الصناعة وفي الصادرات بتاعتها بشكل مهم جدا زي تركيا، مديها دعم تاني. أنا كنت حابب أوضحه، قلته قبل كده في أكتر من اجتماع في وزارة التجارة والصناعة وبيدرس، وأتمنى يطلع من عند حضرتك. اتفضل. محتاجين باسبور خاص للمصدر المصري والمصنع المصري، بحيث ان هو يقدر ما ينتظرش فيزا من دول كثيره جدا، ويقدر يبيع لمنتجه ويقدر يرفع صادراته. وده دعم مش هيكلف الدوله كتير، لان انا المصنعين الصغار والمشروعات الصغيره والمتوسطه هو ده قاطره التنميه وقاطره الصناعه والصادرات في العالم كله. للمعلومه حضرتك 97% طبقا لكل الاحصائيات العالميه والامم المتحده مشروعات صغيره ومتوسطه. نعم. وهي دي اللي بتدي كمان مستلزمات الانتاج، وهي دي اللي بتوصل الصناعه في البلاد. الصين قامت على المشروعات الصغيره والمتوسطه، فمحتاجين دعم معنوي اخر، دعم من منبرك الاعلامي للبراند نيم المصري. محتاجين يعني ازاي نحسن صوره المنتج المصري والصناعه المصريه. احنا انا يعني دايما مؤمن بالمقوله بتاعت سياده الرئيس اللي هي فكره ان احنا مع بعض، ما ينفعش الدوله تديني دعم وانا والاعلام كمان ما يدينيش وانا كمصنع ما اشتغلش. احنا محتاجين كلنا نقدر نقوم، لان احنا محتاجين ده. يعني مصر عملت بنيه تحتيه وجهزت نفسها خلال ال7-8 سنوات، محتاجين نحصد ده. شفنا اخر حاجه مصر، يعني انا شايف انتصار كبير جدا للسياسه الخارجيه الفترة اللي فاتت بانضمام مصر لمجموعة البريكس، وده هيقدر يقلل من الضغط بشكل كبير جدا على وخطوة مهمة جدا من الخطوات الفعالة الفترة اللي فاتت بنشوفها إضافة قوية جدا للاقتصاد المصري. بالظبط. فبالتالي احنا محتاجين نكمل، مش محتاجين خبر كل أسبوعين ثلاثة أو شهر يطلع وآليات التنفيذ بتاعته. كمان رئيس الجمهورية محدد وواضح ان ادى صلاحيات او اليات التنفيذ بتاعته تكون واضحه للمصنعين لمجلس الوزراء. محتاجين سرعه في الاداء، لان احنا العالم بقى يتغير بشكل سريع اسرع في سرعه في الاداء. احنا محتاجين النهارده المصنع يبقى عارف الاعفاءات دي هتبقى شكلها عامله ازاي، ايه الصناعات اللي هي هيحصل فيها اعفاءات عشان اقدر ابقى فاهم. بالزبط. انا محتاج ايه الجديه اللي من وجهه نظر الدوله وان انا ابقى جدي فيها علشان اقدر استرد 50% من قيمه الارض الصناعيه عندي، ايه الالتزامات اللي عليا عشان ابقى فاهم.
هل في حوافز اخرى نقدر نقدمها سريعه لمستلزمات الانتاج اللي بتقعد شويه في المواني لحد الان مش سريعه بشكل واضح؟ خلينا نبقى واضحين في برضه في ايه اللي بيعطل الصناعه وبيعطلنا ان احنا نوصل لارقام كبيره جدا في الصادرات. ده محتاجين برضه ده دعم فيه سريعا، والمستلزمات الانتاج ومدخلات الانتاج محتاجين دعم لتوصيل مستلزمات الانتاج، يعني دعم واضح للصناعات المكمله. نعم. عشان نقدر نقلل شويه من الخامات ومستلزمات الانتاج اللي بتيجي من الوارد. بالزبط. عشان نضبط الميزان التجاري بتاعنا ونقدر نوصل لحوالي الاكثر من 100 دولار 100 مليار دولار اللي سياده الرئيس داعي ليها من فتره كمبادره، وانا شايف ان احنا قادرين بشكل كبير ان احنا نقدر نوصل لاكثر من الارقام دي اضعاف اضعاف. احنا مش اقل من اي بلد حوالينا، نقدر بلد كلها شباب عندنا صناعات كثيره متقدمه. مصر بدات يعني من الدول المعروفه عالميا مصنفه في الصناعه برضو، فاحنا محتاجين يعني نساعد ده ونشغل على ده بشكل مهم. طيب باشمهندس كريم، يمكن احنا معايا سؤال تاني كده. رئيس السيسي وجه ايضا الحكومه بضروره التوسع في الرخصه الذهبيه لتعميق التصنيع المحلي، فهل الرخصه الذهبيه دي نجحت في تسريع الاجراءات فعلا؟ طيب انا كان ليا الحظ ان انا كنت في المؤتمر اللي كان سياده الرئيس يعني ابدا رايه وابدا فكره الرخصه الذهبيه، وكان وعد على المصنعين ان لو شفنا في جديه وفي صناعه او استثمار جديد دخل انا هزود المده، كان مديها مده قليله فزود المده. دلوقتي بتزود اكتر، النهارده سياده الرئيس طلع تاني اكد عليها وبيزودها، فده معناتها انا شايف ان هو شاف جديه من الصناعه المصريه والمصنعين المصريين. فده ده عنوان انا بتكلم على يوم صدور القرار السنه الماضيه في مؤتمر الصناعه. كمان الرخصه الذهبيه دي هتغير الصوره الذهنيه عند المستثمر المحلي والمستثمر الاجنبي. أنا يعني عندنا دايما صوره ذهنيه موجوده. انا محتاج بس يعني انا اسف لمقاطعه حضرتك، انا محتاج بس تعريف سريع من حضرتك عن الرخصه الذهبيه، يعني محتاج اعرف المشاهد يمكن اللي مش متابع، او لو في مشاهد بيتفرج علينا لاول مره او هو ما عندوش الخلفيه بما يدور في مجال الاستثمار والصناعي، الرخصه الذهبيه دي عباره عن ايه او فائدتها؟ خليني اقولها للمشاهد اللي ما بنتكلمش في ارقام او في مصطلحات اقتصاديه واستثماريه يفهمها المشاهد بطريقه اسهل. نعم. هي سرعه اجراءات استخراج المستندات والرخصه لمجال الصناعه والاستثمار بشكل واضح. تمام. بدل ما اروح الف على مصر كلها وعلى كل الجهات وكل الجهات الاداريه والمعنيه وجهات الولايه المختلفه، انا بروح لجهه واحده سريعه بتخلص لي الرخصه بتاعتي في يومين ثلاثه ماكسيمم اسبوع. ده طبقا اللي احنا شفناه في الفتره في الست سبع شهور اللي فاتوا. تمام. ان ده حصل بالفعل. فبالتالي ده بقى يدي تشجيع للمستثمر. بالزبط. الوطني والمحلي والاجنبي. بالزبط. ان مصر عندها اليات حكوميه واداريه تخلص لك اجراءاتك الورقيه والمستنديه في وقت زمني قصير جدا زي الدول المتقدمه اللي كنا دايما بنقول عليها. فبالتالي ده بقى موجود عندنا، وحصل على فكره خلال كمان ان تقدر تعمل رخصتك او رخصتك الصناعيه او التجاريه او اوراقك المستنديه كمان عن طريق الانترنت والاونلاين، وده حصل تجربه ورئيس الوزراء شهدها من اسابيع قليله ماضيه. بالزبط. هي دي مفهوم الرخصه الذهبيه، ان احنا نقدر نسرع الاجراءات بتاعه المستندات، الترخيص والسجل التجاري والسجل الصناعي، بيقول لك خد الرخصه ابدا اشتغل يلا صنع، ما تقعدش تطلع اوراقك، ما تضيعش وقت في اوراق وروتين وحاجات ممكن ترهقك فتخليك تهرب من كونك ان انت تستثمر او تبتدي مشروعاتك داخل مصر. بالظبط مظبوط، ده هو ده المفهوم الحقيقي للرخصه الذهبيه، وده المفروض يبقى شعار الاداره في مصر في كل الجهات التنفيذيه المستويات الاقل فالاقل من اول الوزاره لحد كل شيء بروح له. لازم نواجه، يعني انا محتاج كمان اقول الوعي الثقافي عدد الموظف المصري الاداري ان المستثمر ده ما ينفعش اعذبه، ده جاي يستثمر، جاي يفتح فرص عمل جديده، جاي يصدر يجيب لنا عمله صعبه، فبالتالي لازم اساعده. بالزبط. ولازم اقدر اقف جنبه ما يعني ما احطلوش عراقيل. بالزبط. ونقلل جهات الولايه شويه، يعني من ضمن الحاجات اللي كانت بنعاني منها
في مجال الاستثمار في مصر الفترة الماضية تعدد جهات الولاية، يعني بالظبط كل جهة عندها قرارات مختلفة بالظبط. معاكسة للوزارة الأخرى، فلما تبقى والمستثمر جهة ال واحدة ال ال وتخلص لكل ده، ده موضوع طبعا هيكون مهم جدا للاستثمار والصناعة والتصدير. وهو طبعا وفر ان المستثمر يلف على جهات الولاية دي كلها. بالظبط، فهو دي ده مفهوم الرخصة الذهبية، ان احنا تقدر تخلص. كان كلام واضح من سيادة الرئيس لكل الجهاز الاداري في الدوله، نعم ان النهارده كان بيقول بالنص كده، وانا جاي لكم النهارده بفكر اعمل لكم ايه؟ اجيب مكتب جنبي في رئاسه الجمهوريه، عشان اللي عايز يعمل مصنع او يعمل رخصه اخلص له الاجراءات بتاعته بسرعه واقول له اشتغل. مظبوط كان صح واضح صح سياده الرئيس، كان صح واضح فيها بشكل مش محتاج مصطلحات كبيره. بالظبط فبالتالي الجهات الاداريه والتنفيذيه من اول مجلس الوزراء لحد الوزير المختص اشتغل على الموضوع ده وطلعت للنور، وفي ناس كتير جدا استلمت الرخصه الذهبيه بتاعتها، وبدات يحصل فيها رواج او طلب ان احنا اقدر اتقدم عشان اقدر اعمل صناعه جديده او شركه جديده بالظبط. تضيف للاقتصاد المصري والصناعه المصريه بشكل واضح. طيب باشمهندس كريم، يمكن قرارات السيد الرئيس كلها بتنصب دايما في صالح دعم الصناعات المحليه. طيب انا عايز اعرف في راي حضرتك ايه هي التحديات الاخرى اللي ممكن تواجه الصناعه المحليه؟ التحديات معروفة واتقالت بشكل واضح في أكثر من محفل، هي إحنا محتاجين تدريب للعمالة المصرية والشباب وسوق العمل، محتاجين الجامعات المصرية تخرج لنا خريج قابل لسوق العمل ونخرج بره إطار كليات معينة وجامعات معينة، محتاجين رجال أعمال كمان وفي تعاون من تدريب الشباب الخريج، محتاجين من الجهات المالية الموجودة في مصر يبسط اجراءاته اكتر من كده ويخرج بره، ان انا مشروع جديد ابدا استثمره يطلب مني ميزانيات ارباح كلام مش هيعقل، طب انا هبدا مشروعي امتى؟ فبالتالي هو عايز يستثمر في الاول. محتاجين مبادرات اكتر للفايده اقل، عشان نسبه الفايده عشان تقدر تديني عمليه تنافسيه في ان انا اقدر يبقى منتجي منافس للمنتج المستورد. محتاجين رؤيه واضحه في صادراتي، في شحن، في مستلزمات انتاجي لو احتجت تتوفر عليا الامور بشكل اسرع، ويبقى ليه اولويه زي الغذاء وزي الدواء. احنا مش عايزين بس نقلل من قيمه الصناعه نحطها في مرتبه رابعه او خامسه، لان هي دي اللي هتجيب الغذاء وهي دي اللي هتجيب الدواء. واحنا مش بقول ان انا عشان راجل مصنع او مهتم بالصناعه ان هي من اولى الاولويات، ولكن انا محتاج اعمل ده عشان الفتره الاخيره للاسف الشديد العالم كله بيعاني من فوائد عاليه، من اقتصاد، من دولار وقفت مستلزمات انتاج كتيره جدا، في مكان وقف، في مصنعين ومستثمرين بقى عندهم اعباء ماليه وفوائد كبيره جدا، اتلغت مبادرات صناعيه زي 7% و7% وال5% للارقام الكبيره شويه. التضخم، انا عايز اقول بس حاجه، التضخم اللي حصل خلى قيمه المبيعات وقيمه الاستثمار في المشروعات الصغيره بقى مختلف. محتاج انظر للمبادرات دي بشكل واضح. محتاج الشخص اللي يصدر ادعمه جدا، يعني اللي يصدر كونتينر لازم اخليه يصدر الثاني والثالث والرابع، ما خليهوش يزهق من اجراءات معينه في استرداد ضريبه معينه بمناسبه الاحفاءات الضريبيه. ده لازم يكون واضح وصريح واقدر استخدمه، علشان ده بيقلل من تكلفتي وبيقلل من سعري التنافسي على مستوى الدول الجوار. يعني النهارده انا بشتغل على صادرات، فبالتالي عندي منتج صيني، عندي منتج تركي، عندي منتج من دول زي الامارات مثلا، بقت دول محطه، فبالتالي عندها اسعار اقل مني. تيجي تحسب تكلفتك، التكلفه في الاخر عنده اقل عشان عنده اعباء فعلا بياخدها على طول، فعلا ما بتتحسبش من الاول، فبالتالي تكلفته بتكون اقل. مهندس كريم اسماعيل، عضو مجلس اداره جمعيه رجال الاعمال المصريين الافارقه والخبير الصناعي، شكرا جزيلا لحضرتك لمداخلتك معنا.